اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حكايه. النهارده هنحكي حكايه العلامه أوريجانوس، واحد من اهم مديرين مدرسه اسكندريه اللاهوتيه، ورائد مدرسه التفسير الروحي او الرمزي للكتاب المقدس، واحد من اهم الشخصيات الجدليه في تاريخ الكنيسه. اتولد أوريجانوس في عيله مسيحيه في اسكندريه حوالي سنه 185 ميلاديه، وكان اكبر اخواته. ابوه ليونيدس استشهد في اضطهاد الامبراطور سبتيموس ساويرس. بعد كده تولت تربيته والدته وواحده ست غنيه صرفت على تعليمه. اتعلم أوريجانوس في مدرسه اسكندريه ونبغ فيها. وبعد سفر القديس إكليمندس السكندري مدير مدرسه اسكندريه نتيجه الاضطهاد، بيعين البابا ديمتريوس الكرام أوريجانوس مدير للمدرسه وهو في سن 18 سنه حوالي سنه 202 ميلاديه. ومع اداره أوريجانوس المدرسه كبرت اكتر واكتر، وكان ليه تلاميذ كتير، وكان بيتقال حيث يكون أوريجانوس هناك تكون مدرسة اسكندرية. وكان بيحضر لأوريجانوس ستات كتير، فعلشان يتجنب العثرة نفذ الآية اللي في متى 19:12 حرفين، واللي كان بيعمل كده ما كانش ينفع يترسم كاهن طبقا لقوانين الكنيسة. وامتدت كمان سمعة أوريجانوس بره مصر، فسافر في رحلة لروما حوالي سنة 212 ميلادية، وقابل فيها القديس هيبوليتس. هيبوليتس ده كان لاهوتي مشهور، وكان تلميذ ايرينيوس اسقف ليون، تلميذ بوليكاربوس، تلميذ يوحنا، تلميذ المسيح. كمان أوريجانوس سافر لشبه الجزيرة العربية حوالي سنة 215 عشان يدرس الحاكم الروماني هناك بناء على طلبه. كمان سافر أنطاكيا في سوريا بدعوة من جوليا ماميا والدة الإمبراطور ساويرس. وفي سنة 216 سافر فلسطين لتدريس الأساقفة والكهنة هناك، بس ما كانتش دي حاجة مريحة في الزمن ده، إنه شخص عادي يوعظ كهنة وأساقفة. بعدها ب 15 سنة حوالي سنة 231 ميلادية اتكررت الزيارة، ولتجنب الحرج قام الكسندر أسقف أورشليم برسم أوريجانوس كاهن بدون إذن البابا ديمتريوس الكرام بابا اسكندرية. وطبعا ده سبب مشكلة، لأنه اللي حصل ده مخالف لقوانين الكنيسة. فالبابا ديمتريوس عمل مجمع في اسكندرية سنة 231 ميلادية وجرد أوريجانوس من رتبة الكهنوت. ومع الوقت كمان ابتدت أخطاء أوريجانوس اللاهوتية تظهر في كتاباته، فالبابا ديمتريوس عمل مجمع تاني سنة 232 ميلادية وحرم أوريجانوس. وبعد موت البابا ديمتريوس جه البابا يوركلاس رقم 13 وقرر نفس الحرمان ضد أوريجانوس. بعدها طبعا نتيجة الحرمانية والتجريد الكهنوت اضطر أوريجانوس انه يسيب اسكندرية، وراح كمل ال20 سنة اللي فاضلين من حياته في قيصرية في فلسطين، وأسس فيها مدرسة لاهوتية. وحوالي سنة 244 سافر للعربية تاني، وبعدين في اضطهاد الإمبراطور ديسيوس اللي كان في الفترة ما بين 249 ميلادية ل 251 ميلادية اتعرض أوريجانوس للتعذيب، وعانى من مضاعفات باقي حياته من نتيجة التعذيب ده، وأخيرا مات في مدينة سور سنة 253 ميلادية. أوريجانوس ساب لنا تراث كبير من الوعظات وتفاسير الكتاب المقدس، وطبعا أوريجانوس يعتبر أول واحد يدخل التفسير الروحي أو الرمزي للكتاب المقدس. أوريجانوس كمان ساب كتابات دفاعية زي كتاب اسمه ضد كالسوس، وساب كمان عمل فريد اسمه الهكسابلة، وده عبارة عن تجميع ل6 ترجمات مختلفة للعهد القديم بيقارن فيها النص العبري ب5 ترجمات يونانية مختلفة آية آية. كمان ساب كتب من أهمها المبادئ الأولى، حوار مع هيراقليدس، كتاب عن القيامة، متنوعات، الحث على الصلاة، عن عيد الفصح، وغيرها من الكتب والخطابات. ومع كل الكم ده إلا أن هناك مجموعة من الأخطاء اللاهوتية اللي وقع فيها أوريجانوس، زي مثلا ترتيب الثالوث. فبالنسبة لأوريجانوس الآب يأتي أولا، والابن ثانيا، والروح القدس ثالثا. وبعض الدارسين أو السكولرز بيقولوا أنه لو القصة دي هي كانت مهد لمبدأ اسمه الدونية أو السب أوردينيشن اللي أريوس بنى بدعته عليه. كمان بينسب لأوريجانوس فكرة خلق الأرواح قبل الأجساد، وفكرة أنه نهاية الأشياء مثل بدايتها، بمعنى أنه رحمة ربنا قد تشمل في نهاية الزمان الشيطان. وعلشان الأخطاء دي وغيرها أوريجانوس محروم ب25 حرمانية عند الروم الأرثوذكس والكاثوليك، طبقا لقرارات مجمع القسطنطينية الثاني سنة 553 ميلادية، واللي بيعتبره الخلقدونيين مجمع مسكوني. محروم كمان أوريجانوس في كنيستنا القبطية بقرارات من مجمع الإسكندرية سنة 232 ميلادية، علشان كده بيتقال عليه العلامة أوريجانوس. ودي كانت حكاية العلامة أوريجانوس. استنونا وحكاية جديدة وبرنامج حكاية.